لقد أنفقت الولايات المتحدة 424 مليون دولار على النشاط المعادي للدولة الإسلامية في العراق والشام. يا له من إهدار ل424 مليون دولار. بإمكانك أن تعلم المنطقة كلها إن وزعت كتبا بهذا المال. جميع مشاكل المنطقة يمكن أن يتم حلها تماما. كان من الممكن أن يتعلم كل شخص في البلاد لو قاموا بتوزيع الكتب. كان بإمكان الجميع أن يقرأ ويتعلم بشكل صحيح. المشكلات تنبع بشكل أساسي بسبب الجهل. عندما يعاني الناس من الجهل فإن الناتج هو ما يحدث الآن. العراق ترفض أن تهدأ، سوريا ترفض أن تهدأ. هذه النتائج تنشأ بسبب وجود فهم تقليدي أرثوذكسي للإسلام سائد هناك. الحرب تعيث فسادا في كل مكان. كل غارة جوية تكلف 5 أو 9 ملايين دولار. هل هذا منطقي؟ إذا وزعت كتبا بقيمة 9 ملايين دولار، وزع طعاما أو كتبا أو افعل شيئا مفيدا بهذا المال بدلا من غارة واحدة. إذا كلف الكتاب الواحد 9 دولارات فسيعني هذا 1,000,000 كتاب. 1,000,000 كتاب سيكون هذا كافيا للمنطقة بأكملها. إنهم يقومون بخطأ فادح. في الأسبوع الماضي انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية أشخاص من اليمن والجزائر ومصر. قلت منذ البداية إن هذا سيحدث. كلما قصفت الناس كلما زادت الحمية الإسلامية وزاد القتل. قلت لا تفعلوا ذلك أخي، هذه أفعال خطيرة للغاية. القتل والذبح لن يقودا إلى شيء جيد. إذا كان لديهم قائد اذهب وتحدث إليه. إذا قتلت القائد فإن العنف سيزداد سوءا 10 أو 100 المرات. هذا غير معقول. هذه طريقة خاطئة للغاية. ليس هكذا تنجز الأمور. لا يمكنهم التعامل مع الأمر بهذه الطريقة. فتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قائم على الشورى. تتم الشورى ويستبدل قائد بآخر. لقد أغضبوا تنظيم الدولة. الغضب والاحتقان يتناميان. إنهم يلعبون بالنار. يجب عليهم حل الأمر بالحب، بالمنطق وبالأفكار، بالحوار. ولكنهم يرفضون سلوك هذا الطريق. يجب أولا أن تجعل الناس على استعداد للجلوس ثم تتكلم معهم. لقد أضرت سياسة القصف هذه بأمريكا للغاية. أضرت بالعالم بأسره. القصف سيجعل الأمر أسوأ. يمكنك فقط أن تحل المشكلة بالحب. لكنهم يحاولون تعليم الناس انعدام الحب. لقد علموا المسلمين أيضا انعدام المحبة. عندما أتكلم عن الحب يقولون عما تتحدث؟ تصيبهم الدهشة عند الحديث عن الحب. إن قلنا الكراهية فلا بأس، يقولون عظيم. ولكنهم يقولون إن كلمات الحب، العاطفة، التراحم يرون أنها أشياء سيئة وأنها غريبة عنهم. من لا يحب التراحم والعاطفة فلن يستطيع أن يحب ذاته. إنهم لا يحبون أنفسهم. الناس فخورة بعدم حبهم لأنفسهم. هذا شيء مريع. خلق الله العالم لأجل الحب. غرض الجنة هو الحب. هدف هذا العالم هو الحب. الله يريد أن يحبه عباده ويحب عباده. رسالته تقول أن أريد أن يحبني عبادي، وتقول أن أحبني لأحبك، وتقول أيضا أحب الجنة، وتقول أيضا أن أحب الحياة وليحب بعضكم بعضا. لكن الناس تظل تسمع كلمات الشيطان الكراهية الكراهية الكراهية. يجب عليهم أن يستمعوا إلى كلمات الله. تحاول أمريكا وأوروبا حاليا تصوير نظام الأسد كنظام شرعي،
ضد الدولة الإسلامية، ولكن 1321 مدنياً قتلتهم قوات الأسد فقط في الشهر الماضي في أكتوبر، لا أحد يتحدث عن ذلك. ليس فقط 1000 أو 2000 أو 5000 أو 100,000، لم يبقى أحد في سوريا، إنهم يقتلون الأطفال بالبراميل المتفجرة يومياً، إنهم يعتبرون الأسد كمسيح دجال مثالي بالنسبة لمن يشجعون الحرب، إنهم يعتبرون حزب العمال الكردستاني تنظيماً مثالياً للمسيح الدجال، بعبارة أخرى إنهم يساندون من يريق دماء المسلمين، يسعون للانتقام، لكن إراقة الدماء تقود إلى المزيد من إراقة الدماء، والمعاناة تقود إلى المزيد من المعاناة. لو تبنى أحد الجانبين طريق الحب فسيتبعه الآخر، سيتم حل المشكلات بهذه الطريقة، لكن المسيح المهدي شيلو يجب أن يأتي أولاً.